بدبلوماسية مساء الخير ورمضان كريم. سنة بالتمام والكمال على الانتخابات النيابية الأخيرة، سنة على ولادة مجلس نيابي جديد وعلى اختبار نتيجة قانون الانتخابات على أرض الواقع بكل تفاصيلها، سنة على وعود كثيرة أغدقها النواب الفائزين على اللبنانيين واللبنانيات، سنة أفرزت واقعاً جديداً أكيداً، لكن هل أحدثت فعلاً تغييراً عميقاً في العمل السياسي؟ انتخابات كرست ميزان قوى محلي جديد أساسه ميزان قوى إقليمي أثر على لبنان، فكان ما كان. منهم من قال أن حزب الله سيطر على السياسة المحلية، ومنهم من قال أن لبنان لا يزال واقعاً ضمن دائرة الاهتمام الأمريكي والدولي ومحكوم عليه بلعبة التوازنات. فهل نجح لبنان بالتوازن؟ سنة على حلم حقيقي بالتغيير وبالدولة المدنية وبإصلاحات جدية وبدور فاعل للمرأة وبحصولها على حقوقها كاملة. سنة صار يحق للبنانيين فيها المساءلة والمكاشفة، ماذا أنجز نواب الأمة وبما يعدون؟ وفي الوقت الذي بدأ فيه النواب الجدد تحديداً يحتفون بسنتهم البرلمانية الأولى، كان إضراب أغلب موظفي القطاع العام يشل الدولة ويدق جرس الإنذار استباقياً قبل أن يبصر مشروع الموازنة النور. فما الذي ينتظرنا بالأيام المقبلة؟ اجتماع ثلاثي كبير وصف بالمهم عقد بالأمس في قصر بعبدة، ضم إلى الرئيس ميشيل عون، الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري ليؤكد دقة المشهد وضرورة التعاطي السليم معه وإيجاد حل أمثل لا يخلق جروحاً قد لا تلتئم فتهب الناس إلى الشارع كملاذ أخير. هكذا تماماً بدت مساعي الرئيس بري على خط الخلاف بين الحزب التقدم الاشتراكي وحزب الله، حيث بر الملاذ الأول والأخير في تقريب وجهات النظر بعد أيام عاصفة قبل أن يكبر الجرح. فهل تنجح مساعي الرئيس بري ويمر القطوع، أم هو أكبر من خلاف تقليدي بين الحزبين هذه المرة؟ بدبلوماسية الليلة مع وزير الداخلية الأسبق زياد بارود ومفوض الإعلام بالحزب التقدم الاشتراكي رامي الريس للحديث عن كل ذلك وأكثر، أهلا وسهلا بكما معنا. شكرا. أهلا وسهلا معالي الوزير. أهلا وسهلا أستاذ رامي. أهلا فيك، شكرا على الدعوة. أهلا وسهلا ورمضان كريم عليكم وعلى كل المشاهدين. على جميع اللبنانيين إن شاء الله. إن شاء الله يعني بتكون أيام وخير وفي وحدة اللبنانيين. إن شاء الله أيامه تكون أحسن من أيام الإضرابات والحالة الشعبية المنزعجة واللي عم بتعبر شوي صارت بالشارع عن، إن شاء الله الشهر الفضيل يكون يجي بالخير أكثر. صحيح. على الناس. والوحدة بين يعني ما بدنا نقول السلطات. بارح كان في اجتماع مهم في قصر بعبدة، خليني بلش فيه. كيف بتقرأ هذا الاجتماع اللي اجا مفاجئ، يعني حتى الصحافة عرفت عنه بآخر لحظة، وكأنه بيشير لدقة المشهد ولاعتراف السلطات الثلاث انه الوضع اليوم دقيق؟ هو بالواقع اجتماع ضرورة اذا بدي اسميه. صحيح. هيك، بس هو كمان اجتماع طبيعي ما بيستغربوا وقت اللي الوضع بيكون على الارض هالقد صعب، وقت اللي بيكون عندنا مصرف لبنان يلي هو هيئة ناظمة أساسية بالحياة الاقتصادية والمالية والنقدية بحالة إضراب وبحالة يعني عدم ممارسة الدور الطبيعي اليومي لإله، بلاقي إنه من غير المستغرب إنه فخامة الرئيس ودولة الرئيس بري ودولة الرئيس الحريري يجتمعوا لإعطاء قبل ما يفتح السوق اليوم كمان بتوقيتها، ليعطوا إشارة إيجابية للناس إنه في حدا سألان، في حدا متابع، وفي حدا قلبه على البلد وعارف إنه مرحلة دقيقة وبتستوجب إنه الكل يلتقوا ويتخطوا بعض الحواجز الصغيرة اللي أحياناً تعترض عمل المؤسسات. هون نحن أمام أزمة، وهي الأزمة عم بيتعبر عنها بالشارع، عم بيتعبر عنها بكتير من المواقع، ومن الطبيعي جداً إنه
يعني مواقع مسؤولة مثل المواقع اللي ذكرتها تكون على تضامن وتفاهم في المرحلة الآتية. يعني مش مطلوب الكل يتفق على كل شيء، بس مطلوب بالحد الأدنى الخطوط العريضة لما ستكون عليه الأمور بالموازنة تحديدا، وعم تتناقش بمجلس وزراء بشكل يومي، وبما يحيط بالموازنة. لأنه الموازنة نحن نسينا أنه الموازنة لازم تكون أمر طبيعي، يعني من 2005 إلى 2017 أكيد. نسينا شو يعني موازنة. من 2017 خطوة جيدة أنه صار في موازنة، هلأ عم نرجع نعمل تمرين ما اعتدنا عليه ونسيناه شوي، وهو تمرين طبيعي. طبيعي بالموازنة يكون في نقاش، طبيعي بالموازنة، لأن الموازنة مش أرقام بس، الموازنة هي خطة، الموازنة هي سياسة نقدية اقتصادية إلى آخره. حدا اسمحي لي ذكر أنه بعدنا بدون قطع حساب، والمادة 87 من الدستور ما لنا وجهة نظر وقت اللي بتقول أنه ما فينا نقر موازنة قبل إقرار قطع حساب، وهذا للأسف ما عم بصير. فبتمنى أنه بموازات الحديث عن الموازنة وإقرارها نرجع نتذكر أنه في نص دستوري لازم نحترمه، أنه في قطع حساب ضروري، منه يعني شيء فوق العادي. نحن بدون قطع حساب ما فينا نعرف تماما شو أنفقنا وشو جبينا. ووزارة المالية عم تعمل واجباتها، يعني يبدو أن وزارة المالية جاهزة لتقدم قطع حساب. شو المشكلة بأنه نحن رح نحكي بتفاصيل هذه الأزمة مع الوزير، رح نحكي بتفاصيل هذه الأزمة، ولكن 7 أيار هو يوم تاريخي يعني لكتير محطات في لبنان. صحيح. ومنهم ومنه هو اللي ذكرته بالمقدمة، سنة على الانتخابات النيابية، ومفروض أنه نعمل تقييم لهذه الانتخابات وخصوصا بوجودك. بس أنا بدي بلش هذا التقييم مع الحزب التقدمي الاشتراكي بعد سنة من الانتخابات النيابية. شو تقييمكم للمشهد اليوم؟ بدي أحكي بميزان القوى، بتشوفوا أنفسكم خسرتم ولا ربحتم ولا تغيرت الأمور عليكم؟ اولا ما في شك انه نحن لازم دائما ناكد على اهميه الاستحقاق الديمقراطي باجراء الانتخابات النيابيه، ونتامل ترجع لانتظام مواعيد يعني حصول الانتخابات، الا نقع كما وقعنا في الفترات السابقه بتمديد تلو التمديد، ونذهب الى احترام المواعيد الدستوريه. عندما تنتهي ولايه المجلس النيابي نذهب جميعا وبكل طواعي نحترم الدستور ونذهب الى اجراء الانتخابات النيابيه. طبيعة الحال قانون الانتخابات منه قانون تفصيلي في الحياة الوطنية والدستورية بلبنان، هو قانون أساسي ومفصلي، وبالتالي الصراع الذي ينشب في كل مرة على إقرار قانون انتخابي جديد مرتبط بطبيعة الحال بموازين القوى، بسعي كل طرف من الأطراف السياسية أن يحصل، صح التعبير، يعني كتلة نيابية وازنة تتيح له أن يكون له وزنه السياسي والبرلماني. نحن فيما يعنينا بتصور كان واضح أنه نحن اعترضنا بشكل كبير على قانون الانتخاب الذي طبق، واعتراضاتنا لم تكن منطلقة من اعتراضات مصلحية، كانت اعتراضات تنطلق فعلا من قراءة دستورية وقانونية واقعية وسياسية كذلك الأمر، أنه بنهاية المطاف لا تستطيع بعض القوى السياسية أن تنتقي يعني تنتقي بشكل هيك اعتباطي بعض الخيارات الإصلاحية، مثل عبارة مطاطة جدا اسمها النسبية، وتطبقها بشكل غير مكتمل مع سلة إصلاحية متكاملة لكي نقول أنه نحن عملنا خطوة إضافية بنظامنا الديمقراطي البرلماني. نحن تعتبر أنه هذا النظام الانتخابي الجديد أدى إلى تحجيم الحزب التقدم الاشتراكي، ولا فتح فرصة لقوى أخرى تحاصر الحزب التقدم الاشتراكي؟ كان مطلوب أن يحاصر ولي الجملات والحزب التقدم الاشتراكي، وبفتكر منه سر يعني معروف الطريقة التي تمت فيها يعني اختيار هذا القانون، الأرثوذكسية المقنعة التي كانت فيه من خلال الصوت التفضيلي، وكل الخطاب السياسي الذي رافق مرحلة ما قبل الانتخابات يؤكد هذا المسار. بتصور الناس عبرت بشكل ديمقراطي عن خياراتها وجددت الثقة لهذا الخط السياسي. ونحن خليني ألفت النظر أنه رغم يعني عدم ملائمة هذا القانون الانتخابي لفكرة اللوائح الائتلافية، حاولنا جاهدين أن نذهب لتشكيل لوائح ائتلافية مع كل مكونات الجبل، انطلاقا من حرص ولي الجملات على مسألة المصالحة، على مسألة العيش المشترك، على مصلحة إشراك كل القوى السياسية. لم نوفق في أماكن معينة، ووفقنا ربما في أماكن أخرى، ولكن الأهم
وهلأ رجع الرئيس بري فتح النقاش يعني بموضوع قانون الانتخاب، وربما على البارد أفضل يبلش يكون في نقاش جدي، ونحن يعني بحضرة خبير قانوني ودستوري كبير يستفاد ربما أنه على البارد مش قبل شهرين وثلاثة من انتخابات يعني، لأن كمان حق المرشحين وحق الأحزاب السياسية تعرف القانون الانتخابي اللي رايحين عليه ما يكون وليد اللحظات أو الساعات الأخيرة، وحصلت بدورات انتخابية سابقة عديدة أنه قبل في دورة مني متذكر أي وحدة قبل 24 ساعة أو قبل أسبوع يمكن أقر قانون انتخاب بالتسعينات إذا مني غلطان. وبالتالي يعني فليكن ربما هذا النقاش يفتح المجال. أنا بتصور الحزب التقدم الاشتراكي استطاع أن يتصدى لمحاولات تطويقه، عم نحكي الأمور مثل ما هي، لمحاولات إضعافه، ويعني رد جمهور هذا الحزب بطريقة حضرية بصناديق الاقتراع. أنتوا شعرتوا للمرة الأولى بعد سنة، للمرة الأولى أنه الحزب التقدم الاشتراكي بلشت تتغير، يعني ميزانه كان بيضة القبان لم يعد بيضة القبان، خلينا نحكي تغير حتى في بالساحة الدرزية، في قوة لو ما ربحت عملت نتيجة، بلشت تشعروا على الأرض أنه في تغيير بالسياسة، بالتعاطي معكم بالسياسة؟ هلأ في موضوعين مختلفين، في موضوع ما سمي بيضة القبان، نحن بالأساس لم نفتعل وجودنا في هذا الموقع، الظروف هي التي وضعتنا في هذا المجال، وأستطيع أن أدعي بكل ضمير مرتاح وأقول أنه وليد جنبلاط وظف هذا الموقع في كل مرة عند كل منعطف لمصلحة البلد، وحتى في بعض الحالات أخذ قرارات لم تكن شعبية عند جمهورنا وقاعدتنا الشعبية، ولكن انطلق من قاعدة أساسية أنه مش معيار المواقف الوطنية بالضرورة شعبية، ممكن رجل الدولة رجل سياسي بلحظة معينة يأخذ قرار يصب في المصلحة الوطنية العليا بس ما يكون شعبي، وخدنا هذه التجربة وبفتكر وظفناها لمصلحة الاستقرار في الكثير من المنعطفات. هذا للأسف أزعج أطراف سياسية عديدة اللي دائما تعتبر بتقول أنه الجنبلاط يأخذ أكثر من حجمه في المعادلة السياسية ويأخذ أكثر من دوره وبالتالي يفترض تحجيمه، والبعض منهم يقولون هذا الكلام في السر وفي العلن، يعني منا مشكلة. نحن فيما يعنينا بتصور هذا الحزب هو جزء أساسي من المعادلة السياسية بالبلد، نحن واعيين أنه بالمسار السياسي والمسار التاريخي فيه يعني منعطفات، في لحظات هبوط لحظات صعود، هذه بتصير بالحياة السياسية، ولكن الأكيد أنه لا أحد يستطيع أن يلغي هذا الحزب ولا أحد يستطيع أن يضعه على هامش الحياة السياسية. شرائي معالي الوزير، هل تغير وضع الحزب التقدم الاشتراكي اليوم قبل ما نفوت على تقييم هذه السنة؟ شوفي، إذا عم نربط الموضوع بس بقانون الانتخاب شيء، وإذا عم نربطه بحياة سياسية، بالحياة السياسية بالتأثير فيها تعبير من مجلس وزراء لمجلس نواب لربما أيضا بالحالة الشعبية بالحالة المدنية، هذا منه حزب طارئ على الحياة السياسية. حزب التقدم الاشتراكي حزب عريق، نعم، عنده نضاله وعنده نجاحاته وعنده أخفاقاته مثل كل الأحزاب. موضوع القانون الانتخاب دايما هذا الجيريماندرينج والياس على المقص، هذا منه جديد على البلد، ودائما كان في احيانا رغبه بالتحجيم لاحزاب، احيانا بعزل احزاب، احيانا يعني التعبير باللغه العربيه كثير غنيه لتوصف هالنوع من الحالات. بس اللي اكيد انه الحزب التقدم الاشتراكي جزء من المعادله اللبنانيه بالمعنى الكامل، يعني بمعنى اولا لبنانيته وانتمائه الى محيطه، هو جزء من يعبر عن بيئه، يعبر عن حاله، وهو كمان بعتقد قدم بكثير من المحطات مساهمات وطنية أساسية، يعني ما كان بس حزب نطاقه جغرافي محدد بقدر ما كان عنده كلام وخطاب وفعل يتخطى. برأيك هذا القانون حجم بعض القوى وأدخل قوى أخرى يمكن في البعض بيعتبروا أنها هي طارئة على الحياة السياسية؟ إذا بدك رأيي بعد سنة شو شفت؟ إذا بدك رأيي من الناحية الفنية قبل ما أقول بالسياسية، نعم، هذا القانون، وأنا ما كتير بفهم قانون الانتخاب بس يعني عقد فهماتي فيه، لا لا، هذا القانون نعمل للأحزاب الكبرى، طوال الأحزاب الكبرى وللمال، الأحزاب الكبيرة قدرت تعمل خروقات واسعة النطاق لا سبتنا أنك تفهم عليك، لا يعني هذه شفناها بستة أيار 2018 وسمحت كمان بالموازات للمال الانتخابي يكون فعال جدا،
ومن دون ضوابط تذكر. ليه هيدي غير مال الانتخاب بكل الأوانين؟ بس عم نحكي عن قانون جديد، عم نحكي عن قانون في إصلاحات وهكذا يجب أن يكون. مشان هيك كنت تفضل مثلا أنه ترفع السرية المصرفية عن كل حسابات المرشحين وأزواجهم وأولادهم، كنت شفت يمكن بعض النتائج المختلفة. أحزاب كبيرة مال حتى المستقلين ما كانوا للوجود إلا من خلال لوائح لمجموعات سياسية. مش هناك إذا بنرجع على تجربة الحزب التقدم الاشتراكي، كونه طبعا حزب عريق والبتريدي، بس منه بالحجم العددي خليني أقول يلي غيره عنده إيه، ومع ذلك استطاع أنه يحافظ على حد أكثر من أدنى من وجوده. بالتالي كانت تجربة ليست سيئة بالنسبة للحزب التقدم الاشتراكي. هلأ القانون بيبقى هو ذاته أو بيتغير، هلأ أنا مش عاجبهم رأيك شغلي. لا مش عاجبني، احنا بنحترم إرادة الناس. هذا القانون برأيي الأحزاب الأساسية ما عندها مصلحة غيره، وستحاول أن تبقي عليه لأنه أمن له المقاعد الكافية اللي بتقدر. بس هذا القانون أدخل أكثر من 70 نائب جديد. جديد بالوجوه، بس عمليا بالانتماء السياسي ما بعتقد كان في تجديد بالمعنى الكامل على المستوى السياسي. يعني نشوف انتخابات غير دول وبيحكوا فيها عن تجديد للطبقة السياسية، ومن قارن من لأنه لا ما في تجديد، في تجديد بالوجوه وهذا جيد. أنا بعرف وجوه كتير فاتت على المجلس النيابي. في حدا لفتك فيها بهذا؟ في كتار من المجلس الشباب في هذا مجلس، في دم جديد، في صحيح، في شباب بعتقد واعدين وبيقدروا يقدموا كتير للبلد. في أحزاب تمثلت هالمرة بصورة أفضل، ما عم بنكر هالشيء، بس عم بقول ما كان في تغيير بالألوان السياسية اللي بنعرفها، كان حافظت على وجودها. اللي عم يطرحه دولة الرئيس بري من قانون جديد جيد أن يطرح في هذا التوقيت، ما أنا معودين قبل 3 سنين من الانتخابات أنه ندخل على هذا الطرح. هذا أمر إيجابي. طرح لبنان دائرة واحدة مع النسبية ودون صوت تفضيلي، مشكلته الوحيدة برأيي حاجز نفسي عند البعض بالنسبة للدائرة الواحدة. أما النسبية مثل ما قال صديقي الأستاذ رامي، النسبية كلمة فيها يكون نحط ضمنها 17-18 احتمال. النسبية ما بتكفي، ما بيكفي نقول هيدا نظام نسبي يعني جيد، هيدا نظام نسبي ونشوف مع شو جاي، شو المتبلات اللي حوله، هيدا الطبق الرئيسي بس بدك تشوفه شو حاطين له معه. هون البهار والملح هو الأساسي، بغير على كل طعمة الانتخابات ونتيجتها. مشان هيك أن يطرح قانون جديد جيد، ولكن ليس فقط على مستوى النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر. قانون الانتخاب منه بس دوائر ونظام، قانون الانتخاب هو إصلاحات كبيرة، قانون الانتخاب هو هيئة مستقلة للانتخابات تشرف وتدير الانتخابات. القانون الانتخاب اللي بدنا إياه إصلاحي هو بس هيدا القانون يعتبر إنجاز للعهد دون أي شك. هذا القانون أفضل بكثير من القوانين السابقة كلها على أكثر من صعيد، ولكن غير كافي. يعني إذا بقارن أنا بين مطالب الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي وبين القانون، لا بعدنا بعد. إذا بيجي بتطلع اليوم على المشروع اللي عم يطرحه، الاقتراح اللي دولة الرئيس بري وكتلة التنمية والتحرير عم تطرحه، إذا هيدا بينزاد عليه هالإصلاحات اللي حكيت عنها الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي واللي تبنيتها أنا بمشروع قانون سنة 2011، وضمنت هالمشروع كل الإصلاحات يلي الحملة المدنية كانت عم تطالب فيها، بعتقد بنكون انتقلنا لشيء أفضل. مش هيك برجع بكرر، مش بس نطلع على النظام وعلى الدوائر، نطلع كمان على الهيئة المستقلة، على الكوتا، على الضبط المالي الانتخابي ورفع السرية المصرفية عن الحسابات. هيدا اللي بيعمل، وأمور أخرى منها مثلا اقتراع العسكريين يلي في اعتراض عليه، منها أمور تقنية بلشنا نشوف تطور فيها. يعني مثلا الورقة المطبوعة سلفا إنجاز يسجل في قانون 2017، هيدا لأنه منه تقني بس شكله تقني بس ظاهر، بس بالواقع هو بيأمن حرية الناخب بصورة أفضل. يعني لم يغير القانون الانتخاب أي شيء بصلب العملية السياسية؟ غير، ولكن بعده بشكل خليني أقول خجول ويحتاج إلى تطوير، وكل القوانين بحاجة إلى تطوير، ومش غلط أنه نسعى لتطوير تشريعاتنا. أهم شيء نحط معايير، أهم شيء نروح على ما يتخطى النظام والدوائر، نروح على أنه نعطي الناخب حرية كاملة، نعطي تكافؤ فرص أمام المرشحين. لأن برأيي طالما المال الانتخابي عم بيشتغل مثل ما عم بيشتغل ما في تكافؤ فرص. طالما
وقت اللي الصوت التفضيلي واحد عم بيعطي نوع من الـ من الـ one person one vote، كأنه صوت واحد لكل ناخب عمليا، هيك عمليا صارت المنافسة ضمن اللائحة الوحدة. وعمليا يعني حتى من هلأ النواب الجدد حاملين هم الدورات الجاية، يعني صار بوقت مبكر بلشت من هلأ المعارك، استخلصوا دروس كتار يعني فهموا كيف بيشتغل هذا القانون بصورة أفضل. أنا بتصور في حاجة لإقرار كل يعني الاقتراحات الإصلاحية اللي تفضل فيها مع الوزير، وأين لأوين فعلا أنه نخطي هالخطوة بأنه نعزز الشفافية بقانون الانتخاب، نعزز موضوع يعني الموضوع مكافحة أي شكل من أشكال الإنفاق الانتخابي غير المشروع. بيبقى في موضوع الجريماندرينج، هذا التقصيص قصقصة الدوائر وخياطة يلي هو أساسي. ما بدنا ننسى كمان أنه لبنان يعني ما بدي ينفهم من كلامي انه يعني هذا ضد التغيير او ضد التطوير او ضد الموقف الديمقراطي، بالعكس تماما، بس لبنان كمان في فسيفساء سياسيه معينه، في معادلات سياسيه، توازنات سياسيه قائمه، مش بالسهل يعني لا انه يجي قانون انتخاب يضربها كلها سوا، ولا بالسهل ايضا ان يتم يعني التعاطي معها بشكل من اشكال في خفه. يعني بعض الاحيان بيتم التعاطي مع هذه الامور بشكل من اشكال خفه. يمكن مش هيك لازم نفكر ب تطبيق اتفاق الطائف من ناحية مجلس الشيوخ. أنا كنت بدي أسألك، ما دخل اتفاق الطائف، بدي أسألك قديش عزز الطائفية هذا القانون؟ لا بعتقد حافظ عليها وعطاها أشكال علي. تجميلية كرسة ولكن كان واضح أنه لا يعني بعد حالة مستمرة. بس مش هيك عم بقول أنه مذكر أنه اتفاق طائف حكي عن مجلس الشيوخ، ليه ممنوع على مجلس الشيوخ؟ هيدا تتمثل فيه مش تتمثل فيه الطوائف، تتمثل فيه العائلات الروحية. بالدبلوماسية ومنعطيه المواضيع الأساسية. مجلس الشيوخ يمكن مشكلته هي بكيف أمتى بيتشكل، لأنه حسب الدستور حسب مادة 22 بيتشكل عند انتخاب أول مجلس نواب خارج القيد الطائفي. فشو بيجي قبل، العربي أو السؤال أو الحصان؟ السؤال هو هل يمكن أنه ينعملوا مع بعضهم؟ هل يمكن تعطي تطمينات إضافية لمن لديه هواجس بهالمعنى؟ مشروع ممكن يكون هو هلا اللي ممكن تفكروا فيه بالاصلاحات، او هو المنشود اليوم مجلس شيوخ يترأسه درزي؟ بكل الفترات التي لم نجد فيها ظروف سياسيه ملائمه لطرح مجلس الشيوخ تغاضينا عن هذا الامر، اعتبارا انه هذا احد الامور رغم انه هو وارد في الدستور ويجب ان يشكل، واي مقاربه له على الاقل من ناحيتنا لا تنطلق من اعتبارات طائفيه او مذهبيه. في نظام الباي كامراليزم اللي هو نظام المجلسين مطبق مثلا بالولايات المتحده، في مجلس شيوخ تتمثل فيه الولايات كلها بشيخين بصرف النظر عن حجمه وعدد سكانه، في مجلس النواب التي تتمثل فيه الولايات نسبيا بحسب أحجامه وعدد سكانه، يأتي مجلس الشيوخ ليكون ضابط إيقاع الصح التعبير كي لا تطغى الولايات الكبرى على الولايات الصغرى. طيب ما نحن عندنا شيء مشابه له، بس هون حيكون معنوي. لا بس لا مش معنوي، مجلس الشيوخ عنده صلاحيات مهمة، عنده صلاحية القراءة الثاني، يا أما مثل بعض مجالس الشيوخ بالعالم، يا أما بيكون عنده صلاحية الفيتو بأشياء معينة. يعني وقت بتقولي الدستور أصلا بيقول نعطيه الأمور المصيرية، فينا نربطها بشيء بيشبه المادة 65 بالدستور يلي بدها تلتين مجلس وزراء، يلي هي قانون انتخاب، قانون جنسية، الاتفاقيات الدولية، قانون الموازنة، هالأمور يلي فعلا بحاجة لتوافق أوسع. بس بتركي قانون السير وقانون التفقة وهذا بتخليهم يشتغل مجلس النواب بشكل طبيعي. يعني يأتي مجلس الشيوخ كمان ليكون نوع من ضابط إيقاع الصح التعبير الحياة السياسية، بحيث العائلات الروحية مثل ما عم بقول مع الوزير ما بيكون عندها خشية من فقدان تمثيلها البرلماني، لأنه هي ممثلة مؤمن تمثيلها في مجلس الشيوخ، وبالتالي هذه الثنائية المجلسية ربما تشكل مدخل معين لتجاوز حالة الطائفية السياسية، الغاء الطائفية السياسية اللي للأسف كل ما عم نغرق فيها أكثر. كنا عم نحكي عن قانون الانتخابات قبل شوي، الصوت التفضيلي بلا أنا من وجهة نظري كرس التصويت الطائفي، غير إشكالية أنه نقل يعني النزاع أو التنافس إلى داخل اللائحة، أيضا يعني بالعقل الباطني لجزء كبير من أبناء الشعب اللبناني ذهبوا للتصويت على أساس طائفي. مش هيك أنا قلت قبل شوي أنه أرثوذكسي مقنع،
اللي هو أسوأ خيار ممكن نجي نفكر فيه، إنه نحول نظامنا الطائفي لنعطيه صبغة قبائلية إضافية بأنه كل طائفة تنتخب نوابها مثل القانون العجيب الذي طبعاً القوى اللي انتصرت أو اللي ربحت رح تعتبر إنه أنتم بتقولوا هيك لأنه ما أجت النتيجة مثل ما بدكم. لا لا، بصرف النظر نحن بعتبر حققنا يعني فوز للمرشحين بشكل راضين نحن عن النتائج، رغم وعينا ل يعني الظروف التي أدت إلى استيلاد هذا القانون والأهداف المبيتة ضدنا فيه، ولكن هذا لا يلغي إنه نحن بالآخر خضنا الانتخابات، الكتل الكبرى توافقت عليها ونحن ويعني مشينا وخضنا الانتخابات، وافتكر حقنا انتصار. بالتوازن السياسي المحلي بلعبة المحاور هلا بتدخل، تشعروا إنه هذا المجلس هو أكثرية لجهة معينة أنتم خارجها؟ أنا رأيي الموضوع مش مقارنة إذا نحن داخلها أو خارجها، قد ما هو يعني حالة خلط الأوراق التي حصلت بعد التسوية الرئاسية وترشيح الرئيس الحريري للعماد عون لرئاسة الجمهورية وسابقا اتفاق معراب أو لاحقا، وبالتالي يعني صار حصل خلط أوراق في الساحة السياسية الداخلية. ولكن أنا برجع بقول إنه طبيعة التركيبة السياسية اللبنانية لا تتيح الإدارة العددية في كل المنعطفات لملفاتنا السياسية، يعني مش بالسهل كمان إنه يتم تجاوز كتل نيابية، لو كانت كتل نيابية بحجم العدد أصغر من كتل نيابية أخرى، لأنه بطبيعة تركيبة هذا البلد في معادلات قوى، في موازين قوى، وفي معادلات، وفي تاريخ، وفي يعني مش هلأ بلش البلد يعني مع بعض الكتل مع بعض الأحزاب، لا البلد موجود وفي ناس إلى حضور. خليني أسألها بمباشرة أكتر، البلد اليوم بيد حزب الله؟ هيك دايما بقول وليد بيك. حزب الله بنهاية المطاف، يعني أي مراقب سياسي لا يستطيع أن ينفي أنه حزب الله مش بس يعني قوة أساسية على الصعيد الداخلي اللبناني، أصبح قوة إقليمية ولاعب على المستوى الإقليمي. ولكن أنا أتصور أنه ليس من مصلحة حزب الله على بأي شكل من الأشكال ألا يراعي هذه التركيبة اللبنانية المتنوعة التي أتاحت لحزب الله كمان، لحتى نسمي الأشياء مثل ما هي، أتاحت أيضا لحزب الله أن يتقدم في عمل المقاومة، أن يحقق إنجاز مهم هو إنجاز تراكمي بدأت فيه عدد من الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، وتوج طبعا بالتحرير الكبير من الاحتلال الإسرائيلي سنة 2000 دون قيد أو شرط، وهذا إنجاز وطني يسجل بشكل واضح. وبالتالي اليوم هناك لعبة سياسية على المستوى السياسي الداخلي في تأثير كبير بطبيعة الحال لحزب الله، ولكن هناك أيضا لاعبين وقوى سياسية أخرى. معالي الوزير، في منتصر محوريا، يعني الأكترية من عام 2005 حتى اليوم تغيرت، يعني هي المرة الأولى نحن نشهد بعد هذه الانتخابات تغير في الهوية السياسية للأكثرية النيابية، برأيك صحيح؟ لا، كان في تغير كمان بالسابق بعد انتخابات 2009، كان في أكثرية نيابية بميلة تاني. ما بظن انه بلبنان، ولكن هالمره ما انتقلت الاكثريه، بس ماني شايف انه لبنان بتوازناته قادر حدا يعلي كتافه على الثاني بالمعنى التمثيلي، ولو كانت الاعداد مش رح اقول وجهه نظر، الاعداد مهمه، بس بنعرف كثير احيان كان في اكثريات على طاوله مجلس وزراء ولم نذهب الى تصويت، كان في اكثريات وقادره تحسم ما كنا نحسم، بنعرف حتى بايام النظام الشبه الرئاسي يعني قبل اتفاق الطائف كان بيد رئيس جمهورية صلاحيات هيلي وما كان يستعملها، كان يروح على توافق وعلى مراسيم جوالي، وشفنا عدة محطات بالفترات السابقة لاتفاق الطائف كان في مراعاة للوضع اللبناني الخاص اللي نسميه. مشان هيك ما بتوقع اليوم انه يكون في أكترية عم تحسم بشكل عنيف او بشكل استفزازي او بشكل اخر. حتى موضوع حزب الله، يعني حزب الله المنتصر في سوريا والقادر على يلي عنده فائض قوة بالمعنى العسكري وبالمعنى ما بعتقد بيقدر يفرض رأي على كل اللبنانيين وعلى كل اللبنانيين. يعني بس بالآخر حتى هذا الموضوع بالآخر حزب حتى بتشكيل حزب الله الحكومة بيعرف إنه ما بده يعمل هيك، حتى بتشكيل الحكومة صار بالآخر يلي بده إياه حزب الله، يعني لقاء التشاور تمثل بالآخر إذا بدنا نعد كم نتيجة ملف نتيجة عمل لك نتيجة الاتفاق والتوافق العظيم اللي أحيانا بضرنا. أنا مني من دعاة التوافق الدائم، أحيانا لازم نحسم، أحيانا لازم نتخطى هيدي التدوير الزوايا الدائم، لأنه
مش دائما مفيد، احيانا بضر المسار العام، بضر مصلحه العامه، احيانا بتتضرر نتيجه هذا المسار. قد ايه تتعارض مع القانون؟ ما هو مشكلتك يعني هي مخالفه للقانون اصلا. هي مشكلتك انه نحكي بالدستور عن التلتين، انه كيف بنحول التلتين لاجماع؟ الاجماع غير ديمقراطي. خلينا نبلش من هون، انه شو اجماع؟ الاجماع يعني عم تلغي اي راي اخر. الوقت بيجوا بالمادة 65 بيقول لك قرارات معينة بمجلس وزراء بدها التلتين، هيدا بيعني بدها مروح أوسع من الاتفاق، بس ما بتعني إنه إذا التلت منه موافق بيقدر يخربط كل شيء ويوقف الحياة العامة بالبلد ويوقف الإدارة وغيره. الخوف بالبلد إنه أحياناً بحس إنه عم نتجه على نظام الإجماع، وهذا نظام معرقل، وهذا نظام ما بيخلي واحد يشتغل. هذا الإجماع مش نقد يعني منهجيا قانون الانتخابات، يعني ما جدوى قانون الانتخابات وتغييره. تمام. إذا نحن رجعنا للإجماع ولحكومة الوحدة الوطنية، ما هو حكومة الوحدة الوطنية؟ السؤال الأساسي، كيف يمكن لنائب أن يسائل حكومة يتمثل فيها هو وحزبه؟ يسلم تمك، هذا سؤال جوهري، وهذا بصلب أزمتنا الدستورية من بعد اتفاق الطائف، لأن تقريبا كل حكوماتنا تقريبا أصبحت حكومات وحدة وطنية. وبالتالي وأنا مش ضد الاتفاق، بس أنه حكومة وحدة وطنية منبثقة بالكامل عن مجلس النيابي، وخصوصا هذه الحكومة، لأنه صرنا أخذين كالكولاتريس وعم نحسب أنه كل أربع نواب بيطلع لهم وزير، وأربعة ونص ولا خمس، يعني وصلنا لمطرح صار هالقد واضح أنه تشكيل الحكومة هو رهن بألوان مجلس النواب، وبشكل تقريبا يعني مش ممنهج، بشكل حسابيا على الفيرجول. هذا ما بيفيد على مستوى مساءلة الحكومة من قبل مجلس النواب ومساءلة الناس. طب انت عم تجي تعطي السلطة لحدا بيتحمل مسؤوليتها، بس بيتحمل كمان مسؤولية اخطائه، مثل ما بيتحمل، مثل ما هو عنده صلاحيات عم بيمارسها، في عنده بالمقابل مسؤولية عن الأخطاء اللي ممكن يرتكبها. مين بحسبه؟ مجلس نواب منبثقة عنه بالكامل الحكومة، ما بعتقد بيقدر يحاسب بشكل صحيح. أنا بتصور يعني استكمالا لفكرة معالي الوزير، أنه في فهم مشوه لفكرة لمفهوم الديمقراطية التوفيقية، وفي ممارسة مشوهة للديمقراطية التوفيقية، لأنه المعيار الأساسي أنه الأطراف السياسية لها حق المشاركة بالسلطة، مش لها حق التعطيل بالسلطة. نحن حقيقة بعض القوى السياسية ذهبت في اتجاه ممارسة حق النقد عند كل منعطف، عند كل استحقاق، إذا لم تكن المعطيات المتوفرة تؤدي إلى ما تريده هي من تحقيق من نتائج. طائفية محاصرة، ومش بس طائفية، محاصرة سياسية، اعتبارات طائفية بكثير من الأحيان، اعتبارات مصلحية كمان، مش بس. فهذا أدى عملياً أن يعني يقع الشلل في النظام الديمقراطي، على هشاشة هذا النظام الديمقراطي التوافقي يقع الشلل، لأنه بكل بساطة بعض القوى السياسية ذهبت باتجاه ممارسة حق النقد، وصار كل شيء بده إجماع وطني، يعني من تعيين حاجب طبعا مع الاحترام لكل الحجاب إلى أعلى قرار في الجمهورية اللبنانية، كله بده إجماع. يعني للأسف لحد هلأ بتقييمنا هلأ بهذا المحور للانتخابات اللي صارت، وكأنه عم نتقدم نحو الإصلاح، لكن شكليا مش بعمق العملية السياسية، مش بعملية الإصلاح ككل، عم نحكي بالقانون الانتخابات. بعد البريك مشاهدينا، ملفات كثيرة، هوية مزارع شبعة حسب القانون الدولي، الموازنة، مطالب الناس، العلاقة بين حزب الله والحزب التقدم الاشتراكي، ابقوا معنا. عودة لدبلوماسية مع الوزير السابق زياد بارود ومفوض الإعلام في الحزب التقدم الاشتراكي رامي الرئيس. أنا هلأ بدنا ندخل على المحور اللي هن كانوا سبب بفتح هذا الجدال من جديد، طبعا الكلام اللي تحدث عنه وليد بيك حول لبنانية مزارع شبعة من عدمها. هذا الخلاف ليس للمرة الأولى نحن بنسمع عنه، ولن يكون للمرة الأخيرة. نعم، السؤال الأساسي، لماذا دائما تفتح يعني مصير مزارع شبعة وهوية مزارع شبعة؟ ليش دائما في ناس بتقول مع وفي ناس بتقول ضد؟ ماذا يقول القانون في هذا أولا، والأمم المتحدة ماذا تقول في هذا؟ ورقم ثلاثة، لماذا لا يوجد حسم أكان من سوريا ولا من الأمم المتحدة ولا من لبنان لنسكر الملف؟
تماما هو الموضوع يطرح لأنه لم يحسم بعد ولا يبدو أنه مرشح للحسم مرة نهائية. هذا موضوع في شيء منه قانوني وفي شيء له علاقة بخيارات نعملها نحن أو تعملها سوريا أو تعملها الأمم المتحدة. الموضوع منه بس قانوني، ومشان هيك خليني أقول أنه وقت اللي زعيم بحجم وليد جملاط بيحكي بهذا الموضوع لا يجوز أن يخون حتى لو أنت منك موافقة معه بما يطرحه. نعم ممكن نوافقه وممكن لا، بس ما فيك ما تحترمي رأي آخر عبر عنه، عنده معطياته، عنده يمكن أسبابه، عنده حججه، ما أنه مناسب لآخرين. هل هالشيء ما يعني ما بيسمح بأنه يتخون أو بأن يتم التعاطي معه نتيجة هذا الكلام بشكل يعني وكأنه ممنوع النقاش وكأنه ممنوع أنه حدا يعطي وجهة نظر تاني. لا، فينا نعطي وجهات نظر متباينة، فينا ما نتفق بس نحترم هذا الرأي الآخر. طيب خليني بس سهلها شوي، ديمقراطي حتى شعار آخر. هل هي وجهة نظر؟ وإذا كان هذا الموضوع بعده وجهة نظر، لماذا في البيان الوزاري محسوم؟ رح لك. طبعا بعده وجهة نظر لأنه حتى في القانون، حتى كل أهل القانون منهم متفقين كلهم على هذا الموضوع. يعني خليني إذا بدك سريعا أقول ما يلي. نعم. هذه مسألة منا جديدة، بلشت بال 67 بشكل أساسي من بعد حرب 67 اللي لبنان ما كان جزء منها، وبالتالي ما كان جزء من القرار 242. مزارع شبعة بالصكوك وبالسجل العقاري وبالنفوس وبكثير أمور هي لبنانية بمعنى الأرض والناس. وقت اللي حدا مثل الدكتور عصام خليفة اللي هو باحث من أهم يمكن الباحثين بهالموضوع، رغم تواضعه على كتابه بحط عصام خليفة أحد أساتذة التاريخ في الجامعة اللبنانية، هالقد متواضع الزلمة، بس عامل أبحاث بيقول أنه في أكثر من 1000 وثيقة تثبت لبنانية مزارع الشبعة. الدكتور شفيق المصري اللي هو كمان مرجع بالقانون الدولي بيقول أنه في أكثر من 8 تصريحات من سنة 2000 لليوم لمسؤولين سوريين تؤكد لبنانية مزارع الشبعة. السؤال بالقانون عم بحكي بعدني، هل يكفي أن يكون في تصريح أما في إجراءات تانية لازم تستكمل؟ بالتفاصيل البعض يستند إلى المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة ليقول أنه كل اتفاق بين دولتين لازم يكون عم بيتسجل وله أصول وترسل إلى الأمم المتحدة. الدكتور خليفة بيقول أنه أعيد ترسيم الحدود عام 1946 ووضعت محاضر وأرسلت إلى الأمم المتحدة، يعني في بدايات بهذا الموضوع. ودكتور مصري بيقول أنه لا، عمالكم ما الاتفاق الأصلي حاصل تصريح وغيره، والمطالبة بالخرائط والأمور الإضافية هي مجرد استكمال للإثبات يلي هو قائم فعلا. هيدي إذا عم نحكي بالقانون، وبالقانون من نحن بالجامعة كانوا يدرسونا قرار شهير لمحكمة العدل الدولية، كان صراع بين دنمارك والنرويج، بين النرويج ودنمارك، حول أرض إذا كانت تابعة لأحد البلدين. حتى بهيدي القرارات إذا بتشوفها قديه كان مفصل بمعنى القرائن، يعني التجار شو كانوا يسموا هالمناطق اللي مرقوا فيها، السكان هل هن سكان أصليين أو وافدين، مجموعة من الاعتبارات بتخلي تقول إذا هالأراضي هي بحالتنا، هالمزارع هي لبنانية أو لا. البيان الوزاري كان واضح، تصريح وزير الخارجية اللي هو جزء من الحكومة اللبنانية كمان بذات بيروح بذات المعنى ويقول بلبنانية مزارع شبعة، كل هيدي المسائل رايحة بهذا الاتجاه. يبقى أنه لازم تحسم مع الجانب السوري بصورة خطية وفعال، ممتاز أحسن، بس بهالوقت شو مصلحة لبنان يقول أنه مزارع شبعة وتلال كفرشوبة والقسم المحتل من بلدة الغجر أنه هول مش لبناني؟ شو المصلحة؟ وإذا قلنا هيك شو النتيجة على المستوى السياسي؟ شو النتيجة على المستوى الخارجي؟ شو النتيجة على مستوى ما سيحصل مع العدو الإسرائيلي؟ بالقانون ما يذكر بالبيان الوزاري
هو كلام رسمي لا يجب التخطي. رسمي يلزم الحكومة اللبنانية. يلزم الحكومة وكل الأطراف فيها. يلزم الحكومة اللبنانية بما تمثل من لبنان الرسمي. بس برجع بقول وجهة نظر أخرى. نعم. هي كمان جزء من نقاش لم يحسم ولن يحسم في القريب العاجل على ما أعتقد، لأنه الموضوع مش بس بالقانون، الموضوع هو أكثر. يعني خلينا نكون صريحين ونشيل الكفوف ونحكي الأشياء مثل ما هي. كمان معلش لو تأخرت عليك أنا أستاذ رامي، بس أنا محتاجين لهذا الشرح القانوني، لأنه في مطرح أكيد طبعا مشروعية المقاومة مرتبطة بهذا الموضوع. يعني شئنا أم أبينا التعاطي مع كلام وليد جملاط سلبا كان على هذه الخلفية، مش على خلفية قانونية على مسطرة عم نرسم الحدود فيها. الكلام هو هيك بعتقد، يعني عم بجرب كون شيل الكفوف واحكي يعني بكل قرأت بكل استهداف لشرعية السلاح ربما على أساس أنه لأنه متبقي هذه المنطقة. طالما عندك أرض محتلة، لو شبر واحد طالما عندك أرض محتلة مقاومتك مشروعة بكل الشرائع الدولية. فهون في بعتقد أزمة بالسياسة أكثر ما هي أزمة بالقانون. مش هيك اسمحي لي أقول أنه مهما قال القانون بالآخر الكلام السياسي اللي عم ينحكى هو اللي إما سيحسن الموضوع أو سيتم نتيجة توافق سياسي ما تخطي هذه المسألة، وما رح تسمعي قريبا يعني حل حسم لهذا. نهائي حول لبنانية مزارع الشبع. نعم. علما أنه برأيي كان لازم الأمم المتحدة تلعب دور أفضل من ذلك وتدفع هي باتجاه أنه تحسم الموضوع بهالاتجاه أو ذاك، لأنه هي قادرة أنه نتيجة وجودها باليونيفيل باليوندوف على بهضبة الجولان كل هول كان بيسمحوا للأمم المتحدة تلعب دور بعتقد أفضل من اللي لعبته لهلا. نعم أستاذ رامي، قرأ هذا الموقف استفزاز لحزب الله تحديدا خارج عن القانون اللي عم يتحدث عنه معالي الوزير، ولكن حزب الله بشخص أمينه العام قال أنه إذا بيقولوا بالبيان الوزاري أنه هي غير لبنانية نحن مستعدين أنه ما نحطها على حساباتنا بأنه هي جزء للتحرير. فشو بتقول الدولة اللبنانية نحن حاضرين؟ هل هي فعلا كانت بهذا الإطار؟ خليني أنا إذا بسمحي لي بلش مطرح ما بلش أستاذ زياد مع الوزير، أنه نحن حتى أشعار آخر لا نزال في نظام ديمقراطي، حرية الرأي يكفل الدستور ويفترض أن تكون مكفولة، وأنه نتحمل بعضنا شوية كلبنانيين، مش إذا طلع رأي سياسي مناقض للرأي السائد ننطلق في عملية التخوين. يعني نحن من وقت ما انطرح هذا الأمر وطرح في مقابلة تلفزيونية كانت مع وليد جملاط روسيا اليوم، سئل هذا السؤال وأعطى وجهة نظره، ما شفنا خريطة، ما شفنا وثيقة، ما شفنا مستند، ما شفنا حدا عقد مؤتمر صحافي طلع يقول يا أخوان أنتوا اللي حكيتوه غلط وهذا الشيء اللي هو صحيح. غرقنا بحمل التخوين واتهامات وشتائم، ويعني ومعروف لما يعني الأوركسترا الصح التعبير بدها تبلش بهذا الأمر. بتصور احنا تعاطينا مع هذا الموضوع بكثير من الترفع ولم نرد. بس كيف انه يلي بيهدي وزير خارجية امريكا كتاب، من شوي كنا عم نحكي تحت الهواء عن يعني علاقة وليد جملاط مع الكتاب ومع بيهدي كتاب جيمس بار لبومبيو بيكتب له فيه روسيا مخطوط كثيرة في السنوات الماضية السنوات الأخيرة تخللها سفك مهول للدماء، وسياسة أمريكا الأحادية إلى جانب إسرائيل ستتسبب باضطرابات لا تنتهي. وبيهدي كتاب لجاريت كوشنر اللي هو مهندس صفقة القرن، بيقول له فيه إن احتلال إسرائيل للجولان كالاحتلال النازي لباريس، وطبعا بيبعث له كتاب آخر لتشارلز لاس. طب كيف اللي عنده هذا الموقف، اللي عنده هذا التراكم النضالي يعني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، المقاومة أعلنت منزل كمان جنبلات، اتفاق 17 أيار، انتفاضة الاستقلال أعلنت منزل وليد جنبلات، كل هذه المحطات النضالية ما بدي أرجع لل 58 وللبرنامج المرحلي لكل هذه الأدبيات، فتح طريق المقاومة وصولا لاتفاق الطائف. مش ضروري يمكن نذكر كل مرة بهذه المحطات، بس لما بيوصل خطاب التخوين إلى هذا القدر بلا ساعتها لازم نذكر. فكيف بيكون هذا الشخص الفكرة هي يعني هي لم تكن وجهة نظر بهذا هي الشكل. لم تكن وجهة نظر عندما يقول زعيم بحجم وليد جنبلاط
انه هي رأي عم بيقولوا وجهة نظر. صار في ناس هلا عم تبحث وتعتبرها وجهة نظر بينما هي كانت مثبتة بالبيان الوزاري انه هي حق للبنانيين على اساس متفقين عليها. فاذا هلا بس بعد ما نحط موضوع التخوين على جنب خلينا نحكي شوي ببعض التفاصيل. امبارح في مقال كثير مهم كمان لزميلنا صديقنا الاستاذ ابراهيم حيدر بجريده النهار، انا بتمنى يرجع ينقرأ بدقه لانه مستند فيه الى معطيات ووقائع. من الاشياء اللي بيقولها انه تلال كفرشوبه وشمال الغرب الغجر معترف بلبنانيتهما دوليا، اما مزارع شبعه فهي مدرجه ضمن اتفاقيه الفصل السوريه الاسرائيليه عام 74 حول الجولان. طيب فاذا يعني اذا هذه وحده من الامور، حكينا عن الامم المتحده ونشرنا نحن بالأنباء مقال للأستاذ غازي العريضي رفينا مفصل فيه موضوع مزارع شبعة، كمان أنا بدعي إلى قراءته ومستشهد فيه بكتاب لكوفي أنا، كتاب صدر سنة 2012 اسمه أدوار ومهمات في الحرب والسلم. بيقول كوفي أنا: الرئيس إيميل لحود قدم لنا خريطة تعود إلى العام 66 تظهر أن المزارع تقع ضمن الأراضي اللبنانية. نعم. هذه الخريطة تتناقض مع 84 خريطة أخرى، منها 10 مقدمة من الحكومات اللبنانية بعد 66 تؤكد كلها أن المزارع تقع ضمن الأراضي السورية وفي هضبة الجولان المحتلة من قبل إسرائيل. طلبت من فريق عمل التدقيق في الخريطة، كوفي أنان عم بيحكي، بالتأكيد تعود إلى العام 66، لكن الحبر على خط المزارع فيها لم يكن قد جف بعد. أوكي، هذه عن سنة 2000. أبلغت اللبنانيين أن هذه الخريطة مشكوك بأصليتها وهددت بإشهار ذلك علنا إذا سمعتهم يتحدثون عن الأمر مرة جديدة. طيب هلأ أنا من جاي يقول يعني أي كلام لحتى كمان ما نصور أن نحن الفريق الذي يتنازل عن السيادة اللبنانية وأنه في أرض لبنانية نحن عم نجي نتنازل عنها. هيدا يلي مهم توضيحه. مش نحن اللي عملنا، يعني مش نحن اللي أرضنا الجولان صار 40-50 سنة محتلة بعد ما طلعت طلقة رصاص لتحريرها. مش لقلنا بيتوجه الكلام ومش اللي عنده هاي المسيرة اللي هلأ أعطينا بعض محطاتها. بس أنا بدي أقول أكثر من هيك بالحوار الوطني. أوكي طيب، أقررنا اللي دعي له الرئيس بري، شو بيجي بمقررات الحوار؟ بيقول: أكد المتحاورون دعمهم للحكومة في جميع اتصالاتها لتثبيت لبنانية مزارع شبعة وتحديدها وفق الإجراءات والأصول المعتمدة المقبولة لدى أمم المتحدة. هلا أنا مني طبعا خبير دستوري، الوزير بارود أكيد عنده معلومات أكثر، الأساتذة اللي استشهد فيهم دكتور شفيق المصري كان أستاذي بالجامعة الأمريكية ودكتور عصام خليفي، بس أنا بتصور بالحد الأدنى انه عمليه الاراضي وتحديد الحدود وترسيمها في العلاقات بين الدول لا تحل بتصريحات اعلاميه علنيه تقال على منابر اعلاميه هنا وهناك، تحل بوثائق رسميه تقدمها الدول الى بعض البعض وتصدقها عند الامم المتحده. طيب في كثير حلفاء للنظام السوري بلبنان من ايام الرئيس لحود لغايه اليوم، ليش ما حدا قدر يجيب وثيقة رسمية وحدة من قبل سوريا تثبت لبنانية يعني مزارع خلال شبعة؟ أنا السؤالي على التحضير لهذه الحلقة سألت كذا مرجعية قالوا أنه منذ أيام ما كان فاروق الشرع وزير الخارجية وصرح أكثر من مرة بلبنانية مزارع شبعة، بقول أنه التصريح لا يكفي، وحتى بعد تحرير عام 2000 كمان نفس الأمر، أنه شو بدكم بعد من السوري لكم، ما أنا عم لكم مش لإلي. اسمحي لي بس يعني بده يسلم لبنان وثيقة رسمية تسلم. أنا كنت وثيقة بدي حاول أسألك لما فوت بلبنانية مزارع شبعة أو عدمها، لأنه أكيد البحث كثير، بدي أسألك بالسياسة هل هي فعلا كانت موجهة ضد حزب الله، وإنه الموضوع أصلا مش هممكن كتير إذا هي لبنانية أو لا، موضوع لا مش سياسي مش همم يعني مش الموضوع سياسي بمطرح نحن تاني. نحن خلافكم مع حزب الله الكبير أخذكم لهون، في تباين بوجهات النظر مع حزب الله، هذا منه سر. يعني أخذ طابع مختلف ربما بالفترة الأخيرة لعدد من الأسباب، بس خليني أذكر نحن بطبيعة العلاقة اللي يعني عم نخوضها مع حزب الله من سنوات لغاية اليوم، خصوصا من مرحلة بدء الأزمة السورية بال2011 وضعنا عنوان واضح ومحدد أنه سميناه تنظيم الخلاف السياسي، لأنه بكل بساطة نحن لا نتفق مع حزب الله على عدد من العناوين الأساسية، ولكن كنا منظمين بهذا الموضوع. وبتصور نحن أيضا ندرك أنه حزب الله سواء هلأ مختلفين معه أو متفقين معه حزب سياسي لبناني له حيثيته التمثيلية والسياسية والشعبية
وهذا الأمر لا خلاف عليه. وأنا بدي بحب كمان مرق شغلي هون. نحن رح نسألك بعد قليل طبعاً عن المساعي الذي يقوم بها. بدنا نحكي عنه. أوكي. طبعاً. بس بدي أشوف مع معالي وزير زياد بارود إنه إلى أي مدى يمكن أن تساعد الأمم المتحدة في حسم هذا الجدل، وهل يكفي إنه يصرح المسؤولين السوريين بهذا؟ يعني يعتبر في وجهة نظر قانونية تقول بكفاية كجهة رسمية بكفاية تصريح إذا صادر عن مسؤول عنده صفة رسمية. نعم. من الجانب السوري. بس بعتقد المطلوب اليوم هو أكثر تكوين ملف يكون هالقد صلب حول اللبنانية بزيارة شبه. حكى بالحوار نقلا عن الكلام اللي ورد بالحوار انه تثبيت لبنانيه مزارع شبه. يعني ما نفترض انه لبنانيه، تثبيت هذه الهويه يمر عبر ملف صلب ويجب تكوينه. خلينا نستعين بالناس يلي فعلا بيعرفوا بهذا الملف، مثل دكتور عصام خليفه، مثل دكتور شفيق المصري يلي عملوا ابحاث بالموضوع. يعني مثلا دكتور خليفه بيقول انه سنه 1920 الجنرال جورو بقراره ذكر انه مزارع شبعة هي جزء من قضاء حصبية، ومعروف انه قضاء حصبية ضمن الاراضي اللبنانية. بالتالي عنا عدة امور، عدة نقاط ممكن تثبت وتأكد لبنانية مزارع شبعة. لابد من اولا انه نحطهم بملف صلب ونروح فيهم بعدين لاستكمال الإجراءات الدولية إذا كان في من إجراءات دولية ضرورية. بس خلينا عفوا يعني لفتني كتير وقت قال الأستاذ رامي إنه ما حدا قابلهم بنقاش غير يعني الشتائم اللي قريناها أحيانا والمؤسفة بوقائع. حدا يعطي وقائع، حدا يعطي شو مطلوب خرق. من لبنان يتوجه للأمم المتحدة؟ ليش ما بيصير في لبنان الرسمي مطلوب منه وعلمي قبل الوفد التقني؟ مطلوب من لبنان الرسمي أن يكون ملف متكامل وملف فعلا يكون فيه كل المعطيات، وأن يذهب في باتجاه الأمم المتحدة لاستكمال الإجراءات. هلأ طبعا الموضوع السوري إشكالي بعض الشيء، لأنه السؤال منه إذا منقدر ناخد ورقة أو تصريح، السؤال أنه في جزء من اللبنانيين ما بدون يتعاطوا مع الجانب السوري، وفي جزء لا بده يتعاطى معه، فهي عم تخلق كمان إشكالية إضافية. بس أنا برأيي بهالأثناء بهالوقت الضايع يلي ما رح يغير شيء بهالوقت الضايع، ليه ما منكمل هذا الملف لمرة أخيرة يكون عندنا صوت واحد، صوت لبناني واحد يقول على كل حال. عفواً بس بين مزدوجين تعليقاً على أنه في شق من اللبنانيين مع التعاطي مع النظام، وفي شق من اللبنانيين عم بيطالبوا بعودة سوريا إلى الجامعة العربية. أيها هلأ أهم أنه نحن كلبنانيين نروح نطالب بعودة استعادة سوريا لمقعدها بالجامعة اللبنانية، ولا نروح نطلب من النظام السوري يقدم المستندات المطلوبة بهذا الموضوع؟ بعدين إذا مزبوط المعلومات التي يتم تسريبها أنه الإدارة الأمريكية بصدد يعني تكثيف الجهود بعد انتهاء شهر رمضان لإعلان صفقة القرن، طيب هذا لازم يكون حافز إضافي يحتم علينا كلبنانيين أن نسرع أكثر في اتجاه تكوين هذا الملف اللي عم بيحكي عنه معالي الوزير، وبذل كل الجهود لتأكيد هذا. ما هو في خوف أنه الإدارة الأمريكية تعتبر أنه مزارع شبعه جزء من الجولان، فهي اعلنتها وخلصت تعتبر مع اولا بالقانون الدولي. ما بتقدر دوله فاذا بالحساب الامريكي هي شيلتها. بس يعني ترزان ما فيها دوله قد ما تكون عظيمه هي تحسن نزاع بهالحجم وتقول انه هضبه الجولان تعلن عليها سياده اسرائيل. يعني هذا موضوع طبعا هو عم بيحصل بموازاه كل هالنقاش، وعم بيحصل بموازاه صفقه القرن يلي عم بيحكي عنها. مشان هيك يعني نحن اليوم أمام مفصل فعلا تاريخي بحتم علينا أكثر نروح بقراءة واحدة هيك أو هيك، بس بقراءة واحدة لملف. على كل حال أستاذ رامي هو من الناس اللي تضرروا بهذا الموضوع، لأنه يعني انتشر ما بيتسمى مقال أكيد تعرف على موفد وليد جنبلاط إلى إسرائيل، والموفد هو الأستاذ رامي الرئيس يلي التقى نتنياهو. اسمحي لي انا خلينا نعتبر هلا عم نوضح كل شيء ونخلص كل شيء. الرئيس منا هي على يعني من الناس اللي لحقهم، يعني نحن اسخف ان نستحق الرد، يعني فبركات مخابراتية سخيفة. حتى يعني الشاب المخيلته خصبي كتب ما يسمى مقال، حتى مش عارف يربط الحبكة بالحد الأدنى من معايير مع كتير. تفاصيل الجلسة حتى سؤلت بكثير يعني. وسائل إعلام ومعلقنا عليها لا قيمة له ولا يستحق الرد طبعا.
ويعني نحن مش بحاجة على كل حال. طبعا نحن نتشرف بوطنيتكم بكل الأحوال يعني، بس خليها تكون حلقة فضفضة من كل الجهات. لا ما في مشكلة، ما في مشكلة أبدا. طيب بدي شوف مع الحزب التقدمي الاشتراكي أيضا الحدث الأهم بالساعات الماضية، وهو الزيارة اللي كانت موفد من الحزب التقدمي الاشتراكي إلى الرئيس نبيه بري، وطبعا في وفد من حزب الله رفيع كان موجودا أيضا بمساعي من الرئيس بري أنه تتحلحل الأمور وتتقرى وجهات النظر. أكيد سئلتم مرارا وتكرارا عن أنه إذا سبب الخلاف هو المعمل، المعمل الإسمنت اللي الحديث عنه كتير كبير، ويمكن خلفية هذا الخلاف سياسية عميقة نفوذ في تلك المنطقة. خبرنا شو صار مع جلسة الرئيس بري. أول شيء طبعا الشكر لدولة الرئيس بري، حليفنا التاريخي القديم اللي خضنا معه يعني محطات نضالية كبيرة بالبلد، وحرصه طبعا الدائم على التقريب بين اللبنانيين. والرئيس بري يسجل له أنه في أصعب الظروف دائما يحرص على أن يعني يجمع بين اللبنانيين وإلا يفرق. وبعدنا هلأ كنا عم نحكي عن شو مقررات الحوار اللي اتخذت بال2006. نذكر أنه ب2 آذار 2006 كانت مبادرة من الرئيس بري بأحلك ظروف الانقسام بين اللبنانيين وتعطل عمل المؤسسات الدستورية، وبالتالي طبعا الرئيس بري مش غريب عنه أن يبادر في هذا الاتجاه. طبعا أشرت حضرتك لمعمل الإسمنت. إذا بدنا نكشف الرأي العام ونكون صريحين ونقول إنه معمل الإسمنت لم يكن يعني أحد أسباب هذا الخلاف، منكون يعني ما منكون صريحين. لا. الحقيقة إنه بتصور رفيقنا وزير الصناعة وائل الفاعور شرح بأكثر من مؤتمر صحافي بأكثر من بيان عن وزارة الصناعة الحيثيات التقنية والبيئية والعملية والعلمية التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار، ولكن واضح كمان بمكان آخر أنه هذا يعني هذا المعمل يدخل في إطار الحسابات الإقليمية والاستراتيجية الكبرى المعمل. أكبر من قصة يعني عملية إنتاج إسمنت. أوكي، فإذا وصلنا إلى هنا. اللقاء اللي حصل عند الرئيس بري كان لقاء مصارحة، وعبر كل طرف عن وجهة نظره. نحن حكينا فيما يعنينا بأنه نحن عندنا الحرص الكامل مع كل مكونات. فينا نفصل شوي، مين اللي طلب الجلسة؟ رئيس بري فكر يجمع الطرفين ولا بادرتوا انتوا؟ لا الرئيس بري يصير الأمر ولا حزب الله اللي بادر؟ لا الرئيس بري بادر، ونحن طبيعي نحن حزب الله طبعا يعني تلقفنا إيجابا هذه المبادرة. وأنا اللي بدي أقوله بهذا الموضوع، نحن لطالما كانت سياستنا ألا يكون هناك قطيعة مع أي طرف سياسي بالبلد. وحزب الله طبعا طرف سياسي أساسي، لو منختلف نحن وياه بقراءتنا للملفات الإقليمية، لدوره في الحرب السورية، لعدد من الأمور الأخرى، ولكن مثل ما قلت قبل شوي لا ننكر أنه حزب الله لديه صفة تمثيلية وسياسية واسعة. ونحن فيني أقول حكينا قبل شوي عن موضوع بيضة الأبان، فيني أدعي أقول أن الحزب تقدم اشتراكي بمرحلة المراحل كان الحزب السياسي الوحيد بالبلد الذي يملك قنوات اتصال مفتوحة مع كل القوى السياسية دون استثناء، باليمين وباليسار وبثمانية وبأربعتاش. وبالتالي نحن أساسا سياستنا دائما الحوار والانفتاح مع كل القوى السياسية، والحوار بيحصل بين القوى المختلفة مش بين القوى المتفقة أصلا. يعني من هذا الباب قلنا أنه نحن منفتحين وإيجابيين. وأنا خليني أذكر أنه أساساً كان في موعد محدد للحاج حسين خليل مع وليد بيك بكليمونسو، ولاحقاً تم يعني تخربطت الأمور ولم يحصل اللقاء. وهذا أيضاً يعكس طريقة مقاربة وليد جنبلاط والحزب التقدم الاشتراكي للملفات الداخلية الوطنية، أنه حتى لو في خلافات بينه وبين القوى السياسية الأخرى لابد أن يكون هناك نقاش. هيدا الاجتماع سيعقبه اجتماعات أخرى ولا إن شاء الله كان يعني ما كان كتير يعني إيجابي الأصداء اللي نحن شفناها كأجواء بعد يعني الجلسة؟ ما فيني أقول أنه تحقق خارق كبير أو حقق تفاهم كبير، ولكن هذا لا يلغي أن هناك حاجة لاستمرار هذا الحوار. وكان اتفاق على عقد جلسة تانية لم تحدد حتى اللحظة، ولكن كان في اتفاق أن يكون هناك نقاش يستكمل في جلسة حوار تانية. ولابد مثل ما عم بقول أنا حتى لو على قاعدة الاختلاف، ونحن
طبيعة علاقتنا السياسية مع حزب الله حكمتها هذه القاعدة اللي هي تنظيم الخلاف السياسي. يعني أنتم مش متوجهين نحو تصعيد مع حزب الله، متوجهين نحو حلحلة الأمور. لا، وعندكم رغبة بحلحلة الأمور. نحن لا نرغب بالتصعيد والوصول إلى نقطة وسط، لا مع حزب الله يعني ولا مع غيره. نحن نرغب لأن يكون هناك نقاش، عندنا وجهة نظرنا، وحزب الله أو غير حزب الله مثل ما كان حكي مع الوزير قبل شوي، يفترض فينا نتحمل بعضنا بالبلد، نتقبل آرائنا لو ما كانت آرائنا تتفق مع بعض البعض. وهذا يسري، هذه من نتائج قانون الانتخاب، هذا يسري على حزب الله. إذا بعد في ميزة بهالبلد إنه بعد في عنا حرية الكلمة وحرية الموقف، إنه إذا هذه بعد بدنا نخسرها شو بيضل فيه؟ شو بيضل فيه؟ على كل حال حزب الله ما كان، ما عمل ولا تصريح بعد الكلمة. أنا عم بحكي بشكل عام، هو ما عمل تصريح، ما عمل ولا تصريح، الأوركسترا عملت. بس إنه بس أنا اللي عم بقوله إنه كتير مهم نرجع نستعيد ثقافة الحوار حتى لو كانت على قاعدة الاختلاف. ومثل ما قلنا قبل شوي، منطق التخوين سقط وانتهى، يعني عيب نرجع نعم نخون على امل انه تتحلحل يعني هذه الخلافات الموجوده. معالي الوزير، خلينا ندخل هلا على الموازنه وعلى الناس يلي موجوده في الشارع وموظفي القطاع العام، يكاد يكون يعني كل القطاع العام مشغول اليوم. نعم. السؤال هو ليش صار هالاندفاع اعلن كمان عفوا رئيس الاتحاد لما العام علق الاضراب من شوي، ومصرف لبنان على الأولى يوم. ليش صارت خلينا نقول هالاهتمام حتى اجتماع الرؤساء امبارح لما نزلوا موظفي مصرف لبنان؟ يعني وكأنه هيدي اللي حركت كل شيء. هيدي الكباية انتلت وفي نقطة اجت بالآخر وفاضت الكباية. اليوم عم نعيش تراكمات لا يجوز تحميل الحكومة الحالية مسؤوليتها، لأنه مش هي واحدة، في سياسات عمرها عقود مش سنوات أدت إلى ما أدت إليه. زيد عليها أنه الأرقام لا تكذب، يعني فينا نخبر الناس 100 خبرية كل يوم، بس بالآخر في أرقام، في موازنة، في التزامات مالية على لبنان، في رواتب يجب أن تدفع، في خدمة دين عام. كل هالأمور ما طلعت بعد، لأنه مشروع الموازنة وتسريب مشروع الموازنة فهم منه أنه في 5000 ليرة على البنزين و 15% TVA وحسم رواتب وإلى آخره. قامت الأيامي كل هول بدهم بعتقد قراءة شوي هادية. يعني مجلس وزراء عم بناقش اليوم أو كل يوم عم بناقش مشروع الموازنة، بس مشروع الموازنة كمان هو حق لكل الناس تناقشه. يعني ما فينا نقول للناس، للنقابات، للاتحاد العمالي، للمصارف، للكل، ما فينا نقول لهم انتم ما دخلكم، انه انتم انطروا الموازنه بس تطلع منحكي. هذا مشروع الموازنه طبيعي ان يواكب، وانا من الداعين الى مواكبته من قبيل حق الحصول على المعلومات، ومن قبيل انه تكون موازنه شفافه، لانه هي الموازنه تعني كل الناس. يعني وقت نحكي مثلا لنفترض عن 5000 ليره على صفيحه البنزين، هيدي بتعني كل واحد منا، ما في حدا منه معني فيها، حتى اللي ما عنده سيارة معني فيها، لأنه إذا بده يبعث أولاده بالأوتوكار على المدرسة بده يدفعها، ولأنه إذا بده يشتري أي سلعة رح تتأثر بزيادة سعر البنزين. مشان هيك هيدا موضوع يعني كل الناس. مشان هيك خيارات اللي بتعملها الحكومة بالموازنة، سبق وقلت من شوي أنه لازم تكون جزء من سياسي، ما فيها الموازنة تكون فقط تقنية، وما فينا نجي بالموازنة نسقط عليها من هون شوي ومن هون شوي. بهاي المهام منسميهم هو الفرسان الموازنة، الكافاليه بجيتير، نجي منفوت من شيء ضريبة ما كنا منتبهين له أو مفيدة، مش هيك بتصير. الموازنة سياسية بتعتمدها الحكومة، بوافق عليها مجلس النواب وبتمشي. يعني على سبيل المثال، كل الضجة اللي قامت حول مصرف لبنان أنه بده يخضع لوزارة المالية وإلى آخره، المادة 60 مش ذاكرة مصرف لبنان، المادة 60 بتحكي عن المؤسسات العامة. في حدا اعتبر أنه مصرف لبنان مثل المؤسسات العامة، هو منه مؤسسة عامة بهذا المعنى. مصرف لبنان أنشئ مستقل، عنده طبيعة قانونية مختلفة من سنة 63، مش هلأ بنجي خلافا لأي نص آخر منغير له شكله. اللي بدي أقوله أنه هاي الموازنة قد تتضمن تدابير غير شعبية، قد تتضمن تدابير موجعة مثل ما بقول. بس خليني أقول لك أنه اللبناني منه تقيل الدم، إذا بتسمحوا لي بهالتعبير، إذا كان عنده ثقة. يعني إذا بتجي بترممي عامل الثقة بين المواطن
وبين الدولة بيقبل بالإجراءات بيقبل ونص مهما قصت بيقبل ونص يعني. وبيسبقك عليها وبيقول لك إيه أنا رح أدفع ورح ضحي لأنه أنا بوثق أنه هيدا المال ما رح يروح هدر. ومشان هيك بموضوع الموازنة ربما العنوان الأبرز الناقص برأيي هو موضوع التهرب الضريبي بأي معنى، مش بمعنى أنه اللي عم يدفع ضريبته ندفعه أكثر، هيدا عم يدفع أصلاً، هيدا بدي كيف أقول أنه بعده مصدق أنه الدولة دولة وأنه لازم أنا أدفع ضريبتي وأعمل واجباتي. بس وقت اللي ماكنزي دراسة ماكنزي بتحكي عن 5 مليارات دولار تهرب ضريبي، وقت اللي الأستاذ مروان بركات الخبير بيقول 4.2 مليار. طيب هول الأرقام يعني 4.2 مليار بالسنة تهرب ضريبي بيغطوا لك على سنتين عجز الكهرباء، ما إنه رقم قليل. فبدل ما نجي بس نركز على اللي عم يدفعوا ضريبة، ليه ما نروح على شيء بنسميه مكتومين؟ في ناس اسمهم مكتومين، هول المكتومين ما عندهم رقم ضريبي، ما بحياتهم صرحوا للمالية، بس بيشتغلوا وبينجوا لدرجة انه الصينيين وقت اجوا يخبرونا انه نحن بنستورد من عندهم ب 4 مليار دولار وبنصلح بنصرح ب 2 مليار استغربوا. نصرح انه عم نبيع 2 مليار منتجات صينية بس نستورد من عندهم ب 4 مليار. في مشكلة على مستوى التهرب الضريبي مثل ما على مستوى جباية بعض الضرائب والرسوم، مثل على مستوى جباية الكهرباء يلي فيه هدر فني وهدر كمان بالجباية. مثل ما بين انه ما في حدا قبلين انه يدخل بهذه السلسلة التقشفية ابدا على الاطلاق، ما في موظف تجي بتقول له انا بدي اقتطع من راتبك وبيقول لك ايه انا مع اصلاحات الدولة، بيقول لك انت السبب اللي وصلتني لهون. ومعه حق طالما ما رحنا على التدابير الاخرى يلي هي اكثر إرادة للدولة يلي هي التهرب الضريبي اللي ذكرت، يلي هي انه تجي تعمل كمان بعض الضرائب يلي هي تصاعدية. يعني مثلا وقت منجي بنحكي عن منجي بنحكي عن التبقى انه 15%، في التبقى مثل تنكة البنزين هيدي ضريبة استهلاكية او ضريبة على الاستهلاك، هيدي بيدفع الواحد بمجرد ما يشتري غرض. ما بيقدروا يجاوبوك ويقولوا لك انه لا التفاقة هي مش ما بتشمل الاساسيات. شو الاساسيات؟ ما بقى في شيء اساسيات، اكتر السلع مشمولة بالتفاقة. مشان هيك المطلوب انه تحطي اذا بدك تحطي ضرائب تكون تصاعدية. مثلا ضريبة على الفوائد المصرفية كتير منيح، انه واحد عنده حساب بالبنك عم بياخد فايدة من دفعه كنا 5% على الفايدة، نعم. صارت 7%، هلأ مطروح انه تصير 10%، ما في مانع، بس خلينا نعملها تصاعدية. خلينا نجي نقول انه هيدا المسكين اللي اخد تعويضه من بعد 40 سنة شغل طلع له 200 مليون ليرة حطهم بالبنك عم بيعيش من فايدتهم، هيدا بدفعه 10% كمان، مثل اللي عنده 3 مليار دولار بدفعه 10%؟ لا أكيد لا. في شطور لازم تكون غير خاضعة للضريبة على الفوائد، في شطور بتخضع ل 5%، شطور ل 7%، شطور ل 10 ويمكن أكثر إذا بدك. في إمكانية لاستعادة المال المنهوب؟ أكيد في إمكانية، ولكن ما في تجاوب ولا نقطة عم نحكي فيها، لا من المسؤولين ولا من الناس. لا هي بدها قانون يقلب عبء الإثبات. نحن بنعرف إنه بالقانون عبء الإثبات هو على من يدعي الواقع. يعني إذا أنا أقول إنه هاي الورقة بيضة لازم ثبت إنه بيضة. عمليا بكل مسألة الهدر والمال العام شو عم بيصير؟ عم نجي نقول يلا نيابة عمي خبرينا شو عندك إثبات. ما فيها تلاحق إذا ما عندها إثبات، والإثبات صعب لأنه الراشي ومرتشي والناهب وهيدا دفنينه سوا مثل ما نقول بالدارج. الحل هو إنه تقلب عبر الإثبات، تجي بتعملي طبعا بقانون يكون في هيئة مستقلة برات الإعلام، تجي بتدق باب المسؤول السياسي الحالي او السابق، تجي لعندي بتقول لي انت يا زياد بارود عندك هالسياره وعندك هالبيت، خبرني كيف اشتريتهم بدون اعلام بدون ضجه. اذا انا جيت قلت له والله انا مصرح لوزاره الماليه يحوي تصريحي، اذا قلت له انا ورتين هذا العقار وهيدي قيمته، اذا قلت له اني عامل سيفنجز بيعطوني براءه ذمه بحتفظ فيها، اذا لا بيقولوا لي شرف على ما يشبه الريتس، بيقولوا لي شرف على مطرح على المحاكمة. تفضلوا على المحاكمة. هذا الحل بيكون لاستعادة أموال فعلا منهوبة. وقد صار في كلام عن هذا الموضوع، وفي اليوم مشروعين قانون، في مشروع قانون حزب 7 وفي مشروع قانون تيار الوطني الحر. خلينا هالقانون هذا يا ريت بيروح على مجلس النواب، يا ريت هذا بيتناقش، يا ريت يقر لهذا الحل. نستكمل هذا الحديث بعد البريك. المحور الأخير ابقوا معنا.
عودة لبديبلوماسية ومع المحور الأخير مع معالي الوزير زياد بارود ومفوض الإعلام في الحزب التقدم الاشتراكي الأستاذ رام الريس. اليوم كان في زيارة لقصر بعدة من الوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فعور بس فينا نحكي كلمة عن الموازنة قبل ما خلصنا؟ أكيد بعد ما خلصنا أصلا. أوكي. بس الأسئلة المتعلقة بالحزب بدي خلصها كلها. طبعا تم إسقاط الحق الشخصي، طبعا هذه القضية يلي شغلت الرأي العام بفترة من الفترات. وعن بدي أقرأ لك الخبر كما جاء: بمبادرة مشكورة من الرئيس عون وسعي من النائب السابق وليد جملاط، سلمنا الكلام طبعا على لسان الوزير أكرم شهيب، سلمنا الوزير وائل أبو فعور وأنا اليوم إلى فخامته إسقاط الحق الشخصي عن المتهم بقتل الشهيد علاء أبو فرج، على أن يسلم الإسقاط إلى القضاء المختص فور تسليم المتهم أمين السوقي، فيكون بعدها للقضاء والحق العام كلمته دون أي تدخلات أو ضغوط بضمانة صاحب الفخامة الذي نثق به. أول شيء، هذه هي المبادرة من قبلكم، أسبابها وتوقيتها وهذه الثقة بينكم وبين الرئيس عون. الرئيس عون مشكور، اعتبر انه هذه احد يعني واحد من الملفات اللي يفترض ان يكون في لها علاج معين، ونحن كذلك نوافق هذا الراي. ووليد جملاط كالعاده يعني يتلقف اي مبادره ايجابيه اذا كانت تصب في يعني المصلحه العامه. طبعا الخساره كبيره التي وقعت باستشهاد علاء ابو فرج، و يعني للأسف أي شخص بيستشهد الخسارة بتوقع ما فينا نسترجعه، لكن هذه الخطوة تأتي اليوم محاولة إيجابية من قبلنا. وفي كثير من المرات يعني خطأ وليد جملاط خطوات بنفس الإطار وبنفس الاتجاه لطي صفحة لإقفال ملف أليم. طبعا بيبقى أن يستكمل هذا الأمر بالخطوات الثانية بضمانة فخامة رئيس الجمهورية، بأن يتم تسليم المتهم الرئيسي اللي هو معروف الهوية إلى القضاء المختص، ولتأخذ العدالة مجراها لا أكثر ولا أقل. إلى أي مدى مهمة هذه الأمور هلأ يعني بالعلاقات؟ حتى بالقانون أصول المحاكمات القاضي بيقدر يسعى للصلح، بيقدر مشروع هذا الأمر أنه في حق شخصي فعلا. إذا كان القاضي الأول في الجمهورية فطبيعي جدا أن يتولى هذا الأمر. هي مهمة يعني تقرب ولا وتلغي إشكالات عديدة. وبالعكس أنا بشوف أنه طبيعي جدا، أنه لأنه كمان ما ننسى أنه الجريمة طبعها بمكان سياسي بين مجموعتين حزبيتين يعني شئنا ما بينه، فطبيعي أنه يكون فيها الاهتمام مش لتطبيق القانون، مش لعفو مثلا أو غيره. عم نحكي هون على الوضع مع السكه القانونيه، على وضع العلاقه مع الامير طلال ارسلان مقطوعه بالكامل. ما في علاقه، حصلت هذه يعني هذه الحادثه، و يعني كان بتصور يفترض ان يتم التعاطي معها بطريقه مختلفه. كان يحصل حوادث مماثله في اماكن اخرى في مناطق اخرى. نحن فيما يعنينا كان عندنا سياسه ثابته وواضحه في هذا الامر. عندما تقع يعني اي حادثه من هذا النوع لا نقوم بطبيعة الحال لا بالتدخل بعمل القضاء ولا بتغطية أي مرتكب، بالعكس خلي بندعي دائما الأجهزة الأمنية القضائية المختصة أنه تقوم بمهمتها. وهذا ينصب في إطار رؤيتنا أنه بالآخر نحن مؤمنين أنه في دولة، في مشروع دولي بلبنان، واجباتنا أنه نطبقه. طبعا هذا الأمر يفترض أن ينسحب على كل الأطراف. كمان ما بدنا ننسى أنه هذا يعني مسائل بهذه الحساسية وهذه الدقة بتضيع بالقرى بالبلدات، تترك جرح عميق ولا تعالج إلا بخطوات يعني تنفيذية من نوع تطبيق العدالة، بوساطات من هذا النوع يعني وتطبيق العدالة. تطبيق العدالة. خلينا نرجع للموازنة، كان عندك تعليق قبل ما نكمل. أول شيء أنا كم مرة صرت معيد اليوم بالوزير بارود؟ كذا مرة. كل اللبنانيين مقلدين مع الوزير. طبعا. لا بس مش ظبطة معك الحلقة الليلة. ما في كلاش. مش عم تختلف يعني. لا نحن بديبلوماسية. لا أكيد. أولا أنا بأيده باللي طرحه، وموضوع مهم لأنه نحن وصلنا لمرحلة من الخواء السياسي
مؤسسات. هلا منلاقي له سؤال يستفزه هلا بعد ما خلص. يلا لاقي له. لا يستفز بسهوله على كل حال. بس بتصور انه وصلنا لمرحله من الخواء السياسي والمؤسسات انه صار انجاز الموازنه العامه يعتبر انجاز، واللي هو ابسط مهمات يعني الحكومه والمجلس النيابي باوقات معينه. والمهم جدا ايضا كمان اللي هو استعاده النقاش الاقتصادي بالبلد الذي فقد في مرحله معينه. يعني انا بذكر بكثير حقبات سياسيه الموضوع الاقتصادي، نحن على كل حال فيما يعنينا غير تغريدات شبه اليوميه لوليد جنبلاط بموضوع الاقتصادي، موضوع الدين العام، العداد اللي بيضل يذكر فيها، يعني فينا ادعي انه نحن على الاقل واكبنا الموضوع الاقتصادي ونحاول دائما ان نقدم فيه مقترحات وحلول. عملنا ورقه اقتصاديه، عم نعمل مؤتمرات متتاليه قطاعيه حول كل ملف من الملفات. هلا من 3 4 ايام عملنا مؤتمر صحافي حطينا فيه وجهه نظرنا موضوع الموازنه، لانه نحن بننطلق من نظريه انه الحصانه الاقتصاديه المعيشيه لا تقل اهميه عن الحصانه السياسيه، الحصانه الامنيه. والدليل انه شفنا هلا هالاخر 4 5 ايام اضراب بالموظفين القطاع العام. تتوافق مع التيار الوطني الحر بهذه الافكار الاصلاحيه بمكان معين؟ ممكن نتوافق، ما في مانع نتوافق نحن التيار الوطني الحر، اذا يعني اذا في عناوين محدده ممكن نتوافق عليها. نحن منفتحين على كل الاطراف والقوى السياسيه، ومن ضمن التيار الوطني الحر اللي هو ايضا حزب سياسي له تمثيله وله حيثيته. هذا الكلام بنقوله دائما، مش هلا على الاو تي في يعني عم نقوله، بس هذا الكلام مقتنعين فيه حتى لو بنختلف. فيك تزيدهم هلا على الاو تي في؟ لا ما بدي زيدهم. لا لا ما بزيدهم، ما في مجامله، هذا موقفنا الحقيقي. وبالتالي حتى لو في خلافات بوجهات النظر، بالاخر مثل ما قلنا قبل شوي ما حدا بيقدر يلغي حدا بالبلد طبعا. وبالتالي هذه الامور. هلا الموضوع الضريبه التصاعديه بفتكر هي واحده من النقاط الاساسيه اللي نحن ركزنا عليها، لانه هي كثير مهم انه يعني نبلش نفكر جديا كيفيه تطبيق الضريبه التصاعديه، لا ان تكون يعني الضرائب فلات كلها سوا. بعدين نحن خليني اذكر انه موضوع الضرائب بلبنان 25% تقريبا من الإيرادات الضريبية بتجي من الضرائب المباشرة، و 75% من الإيرادات بتجي من الضرائب غير المباشرة. ففي حاجة، في حاجة لإعادة النظر بكل السياسة الضريبية بالبلد. مثلا شركات الأموال ليش بده ينعفى؟ تنعفى شركات الأموال مثلا. في حاجة مثل ما عم نقول لإعادة النظر بكل مكونات السياسة الضرائبية لكي تصبح أكثر عدالة. طبعا في موضوع الكهرباء اللي صار نحكى فيه كتير وصار معروف أنه لابد أن يكون هناك حل جذري وجدي وسريع لملف الكهرباء. كي نخرج في خطة وقررت العبرة للتنفيذ، العبرة للتنفيذ، مع أنه في علامة استفهام حول السلف الخزينة الضخمة يلي عم تنعمل ويلي مش عم تحتسب حتى ضمن، يعني مثلا بالعكس تحتسب دين للدولة مش على الدولة. يعني مثلا بدي أعطي مثال، أنه بس نقطة أخيرة، أنه مثلا حط شيء بالخطة أنه راح نحصل 1200 مليار من خلال خفض الهدر، وراح نحصل 555 مليار من تفعيل الجباية، و 1820 مليار صور هؤلاء مستحقين على الإدارات العامة. هؤلاء ما بعرف كيف يتحصلوا، هي الدولة كلها على بعضها جحوا أهل البيت. طيب هؤلاء كلهم مثلا مش مذكورين بمشروع الموازنة، مش مقتطعين من الواردات المتوقعة أو من السلف المطلوبة. ليش مثلا؟ طيب معالي الوزير، بعد اللقاء الثلاثي اللي صار بأسر بعبدا امبارح، بيقول الرئيس الحريري أننا نقوم بالإصلاح في البلد، واليوم هناك شائعات كاذبة حول مواضيع لم نناقشها في الموازنة ولا نريد أن نناقشها، والسؤال اليوم هل نحن بلد معافى اقتصاديا؟ وركز على أننا اليوم أمام أزمة اقتصادية ونحن نعمل لمعالجتها. رئيس عون بيقول نحن بلد منهوب مش بلد منهار، بلد صحيح. منهوب. هاي دول التصريحين بيصبوا أكيد بإظهار صورة بلبنان أنه نحن مش على شفير الهاوية صحيح. بانتظار استحقاق أساسي وهو مؤتمر صدر. إلى أي يعني مدى ممكن هيدي التصريحات يمكن تكون للخارج؟ هيدي عم نحكي عنها نحن، هي تصريحات للخارج. في ثقة بعد ما نزلت العالم على الشارع رح توصل أصلا أموال صادر بعد هيدا المشهد؟ اللبنانيين إذا نزلوا على الشارع ولا ما نزلوا عارفين الوضع وشو هو، ومش الشارع هو اللي بحرك للمجتمع الدولي الرأي العام.
المجتمع الدولي بيعرف أكثر من اللبنانيين واللبنانيات شو وضعنا وأرقامنا شو هي، بيعرفوا كتير منيح تفاصيل أحيانا نحن كمواطنين ما بنعرفها، هني أكيد بيعرفوها. كلام فخامة الرئيس يشير إلى أنه في شيء مرق خرب البلد منهوب. إيه تخيل يعني بلد مسروق، يعني قدي مقدراته يلي كان ممكن تكون شيء صارت شيء تاني لأنه انسرق. كلام دولة الرئيس الحريري كمان يذهب في اتجاه رغبة بالإصلاح، يعبر عنه رئيس حكومي. ما هيك سادر مش هو اللي بيشيل الزير من البير إذا صح التعبير. عم نحكي عن تقريبا 11 مليار دولار، هن قروض ميسرة، هن منهم هبات، وهن مجدولين، وهن مرتبطين بمشاريع، يعني وهن مرتبطين بشراكة مع القطاع الخاص، وهن كمان جزء مربوطين بإصلاحات يجب أن تحصل. بالتالي ما نحط أمال كتير كبيرة على سادر بدون ما أقلل من قيمته، ما عم أقلل من أهميته. بس سادر هو الأمل ليتفقوا على الموازنة مثل ما اتفقوا على الكهرباء. سادر أهميته معنوية بالأول. سادر هو بمكان ما دول منحة عم تجي تدفع لبنان باتجاه إصلاحات ربما ما كان عملها، ربما عبود ما كان عملها لو منه عايز يعمل هالإصلاحات تياخد شيء من سادر. سادر عم بيجي يقول كمان عم بدقنا أقص خطر. يعني سادر إذا بتقري بتشوفي شو عمليا شو عم بيقول، عم بيقول عندكم بنى تحتية منهارة، عندكم استثمارات من الخارج ما رح تجي إذا ما في كهرباء وإذا ما في مواصلات طرقات وإذا ما في إنترنت وبرودباند وإلى آخره. يعني كمان بدنا نقرأ سادر من زاوية الرسالة اللي عم يبعثها للداخل اللبناني بأنه ما فينا نستمر مثل ما تتوقع تنزل الناس إلى الشارع بعد إقرار الموازنة؟ طبعا إن شاء الله تقرأ. خليني أكون كتير صريح، بالقدر يلي الحكومة بتتعاطى مع الناس عقد عقلتها، يعني على قد عقلك. ايه يعني بتتعاطى مع الناس بالعقل مش بالهوبرة وبالكلام اللي من دون طائل. يعني اذا بتتعاطى الحكومة مع ومجلس النواب مع اللبنانيين بعقل وبمنطق وبتقلهم بالفعل شو عم بيصير وشو رح تعمل وبتعطيهم موازنة منطقية وعادلة، ما حدا بيروح على الشارع، ما حدا بيروح على الشارع، واللي بيروح على الشارع ما حدا رح يلحقه لانه رح يشوف انه توجهه خاطئ. بس اذا بتجي الحكومة بتخبر الناس خبار، بتمنى انه مش ما يحصل هالشي، ومثل ما شايف بالنقاشات في جدية ورئيس الحكومة حريص على انه ينجح وتنجح حكومته، ما بظن رح يروح بيت. في خوف من الشارع يعني المسؤولين وكأن دون اي شك في حذر، في خوف من بعد تموز 2015 الشارع اصبح شيء اخر. صح. من بعد النفايات ونزلت الناس بشكل تلقائي غير منظم الى الشارع تغير الوضع. ومش هيك انا اكيد انه الطبقة السياسية بمجملة يلي بالسابق يمكن ما كانت تعطي كتير وزن للشارع او للشارع بمعنى المطلبي، اليوم مضطرة انه تسمع وتتجاوب مع مطالب محقة. مش هيك الموضوع مش بس له علاقة بالموازنة، له علاقة بطريقة تعاطي مع الهدر بالبلد، طريقة تعاطي مع السرقة، طريقة تعاطي مع هذا الفساد يلي عم نسمع هلا انه في حملة ضده. هي كل امور اذا بتستمر، يعني اذا في شيء في جدية بالتعاطي مع ملف الفساد، اذا شعرنا كلبنانيين كمواطنين انه فعلا الدولة جدية باقفال ملفات هدر هيلي، اذا شعرنا انه الموازنة منطقية وعادلة، ما بعتقد انه في حدا هالقد يعني مصر يروح على الشارع. بشكل سريع، مظبوط صحيح انه رئيس الحريري قال انه يمنع على موظفي القطاع العام انهم يتظاهروا، بينما التظاهر هو حق مشروع لاي انسان. كنت بتمنى انه ما يصدر بالقانون هذا الكلام صحيح ولا بقانون الموظفين؟ في ماده من سنه 59 بتقول يحظر موظفي القطاع العام طبعا. ايه من سنه 59، بس من سنه 59 ممنوع كمان يتشكلوا بروابط ونائبات، بس من وقتها في رابطة التعليم الأساسي، في رابطة موظفي ما بعرف أي إدارة عامة، في كتير في بعدين امبارح طلع التعميم، اليوم شفنا عدد هائل من المظاهرات في الضمان الاجتماعي وفي إدارات أخرى كمان مشمولة بهالتعميم. بعتقد أنه دولة الرئيس كان حريص على استمرارية المرفق العام، يعني بعتقد أنه اللي حرك ألمه تيمضي هالمذكرة كان أكثر حرصه على أنه ما نعطل شؤون الناس وأموره. بس بالواقع تخطينا من زمان مسألة الحق في الإضراب، هذا حق دستوري وهذا حق أساسي، وما بدي فوت تفاصيل قانونية مضجرة بس مملة، بس فعلا هذا موضوع نعم. يعني تنظيمه يعني كلمة أخيرة أنا بدي أسمع من
من حضرتك رئيس الوزراء. انا بدي اقول حقيقه وقت عن جد ما بكفي لهذه الحلقه. تسلمي. بس انا بدي اقول شغله اضافيه الى علاقه بموضوع السياسات الاقتصاديه، انه مثل ما حكينا من شوي باخر الموازنه ما لنا مجرد ارقام، الموازنه تعكس رؤيه اقتصاديه وسياسه اقتصاديه، وربما على ضفاف النقاش الاقتصادي الحاصل بموضوع الموازنة نقدر نستعيد شوي من المرتكزات الأساسية للسياسة الاقتصادية اللي نحن بدنا إياها، إنه نحافظ على الوظيفة الاجتماعية للدولة، نكرس أكثر مفهوم العدالة الاجتماعية، نجرب قدر الإمكان ما نفرغ سيدر وان مثل ما فرغنا بيريز واحد واثنين ثلاثة من مضمونهم بالخلافات والانقسامات السياسية، إنه يكون فعلا في قناعة جماعية مشتركة بين كل اللبنانيين إنه الإصلاح هو مصلحة لكل اللبنانيين وليس لفئة دون سواها، كي لا يغرق فينا هذا المركب جميعا. شكرا معالي الوزير زياد بارود. متفائل بحذر وبتفاؤل ضرورة، لأن إذا ما متفائل بهذا البلد عندنا مشكلة كبيرة. بذات الوقت قديم نكون متفائلين، قديم نكون حذرين من ومتابعين للي عم بصير، لأنه اللبناني المسيس جدا لازم كمان يصير معني بخيارات بتعملها الدولة بالموضوع الاقتصادي والاجتماعي. اليوم أنا مش مشغول بالي بالسياسي، أنا مشغول بالي بالاقتصاد. صحيح. مشغول بالي على الناس يلي ما بتقدر تكمل شهرة. أنا مشغول بالي على ناس عم ينصرفوا من عملهم وما عندهم وظيفة تاني، هذا اللي بيشغل بالي. هون متشائم من أنه ما في تدابير فعلية عملية ضبط الموضوع الاقتصادي. نعم. والاجتماعي يلي هو الأساس. شكرا معالي الوزير. شكرا. زياد بارود، أغنيت الحلقة. شكرا لكل ما أدليت به. شكرا أستاذ رامي ريس. شكرا جزيلا. شكرا على هذا الكتاب أيضا. شكرا. لبنان والنازحون من سوريا، الحقوق والهواجس ودبلوماسية العودة. شكرا. نحن راح يكون لنا تحرك على كل حال بموضوع النازحين على مستوى الحزب التقدم الاشتراكي يعلن عنه أيضا إن شاء الله. شكرا للمشاهدين الذين تابعونا. رمضان كريم مجددا بدبلوماسية الأسبوع المقبل. إلى اللقاء. We'll be right back.